بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من بني سويس جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك. يقول المرسل أحمد، ألاك أحمد، له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: هل اختلاء الخاطب بالمخطوبة ولو من نصح في الدين والإرشاد إلى بعض الأمور التي تخص الطرفين محض، وإذا كان ذلك فكيف يكون العمل؟ جزاكم الله خيرا، ولا سيما والطرفان يرغبان في التنافح. وجهنا وفقكم الله وكتب لكم الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مجرد الخطبة للمرأة لا يبيح له أن يخلو بها، لأنها لا تجعل أجنبية منه، ولكن الشارع الحكيم رخص له في أن ينظر إليها بحضرة أحد محارمها من غير خلوة بها. رخص له أن ينظر ما يدعوه إلى تزوجها أو يدعوه إلى تركها، كالنظر إلى وجهها مثلا، كفيها، ولكن ذلك يكون من غير خلوة بها، لأنها لا تزال أجنبية منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة والدخول على النساء من غير وجود لا يزيل الخلوة في المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلع رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمل. قال: الحمل موت، قريب الزوج، خطر واشد، لا يجوز له أن يدخل على امرأة أخيه من غير وجود ما تزول به الخلوة. وهذا يشمل الخاطب من باب أولى، لأنه أجنبي منها. وإذا أراد مناصحتها أو المفاهمة معها فليكن ذلك بحضرة محرمها من أبيها أو أخيها أو وليها. وإذا كان الأمر سريا أو لا يحب منه، فبإمكانه أن يكتب لها كتابة أو يكلمها بواسطة الهاتف التلفوني من غير خلوة. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لا بد لفضيلتكم من تعليق حول تساهل الناس في هذه المواضيع. تساهل الناس في هذه المواضيع لا يجوز. لا يجوز أن الخاطب يخلو بالمخطوبة أو يسافر بها كما يفعل بعض المجتمعات غير المنتجبة. كل هذا يدعو إلى الخطر ويوقع في الفاحشة، وهذا مخالفة لآداب الإسلام ولأحكام الإسلام، لأن المخطوبة لا تزال أجنبية ومحرمة على خاطبها حتى يعقد عليها العقد الشرعي الذي يبيحها له. مجرد الخطبة هذه ليست عقدا، ولا تبيح له شيئا إلا حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يسافر بها. وإن تساهل في هذا كثير من المجتمعات التي لا تلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى، أو تجري مع العادات السيئة، وحتى لو سمح وليها أو سمح قريبها، فليس له الحق في هذا. هذا حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يسمح به ويسمح بما حرم الله. كما أنه لا يجوز لأحد أن يمنع ما أحل الله، كذلك لا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله. ولو كانت عادة الناس هكذا أو عادة المجتمع هكذا، كل عادة وكل عرف يخالف الشرع فإنه مرفوض ومردود، ويجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز لبس الخواتم والدبل للنساء وأن يراها في أيديهن غير المحارم، أم أنها تعد زينة لا يجب إظهارها إلا للزوج، وهل لبسها لإعلان الخطبة علامة واضحة؟ يجوز للمرأة أن تلبس الكلي من الخواتم وغيرها مما جرت به عادة المسلمين، لأن المرأة بحاجة إلى الكلي ليكمل من نفسها، والله سبحانه وتعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية المرأة، وهو في الخصال غير مبين. من عادة المرأة ومن لوازمها لبس الكلي ليجملها ويكملها.
ولكنها لا تظهره بغير محارمها، لا يجوز لها ان تظهره بالحجاب لانه فتنه. الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل على ان النساء في وقت نزول القران يغطين الحلي قد يهين عن اسماع صوته من تحت الثياب، فلا يجوز للمراه انها تظهر حليها امام الرجال الى جانب، لان ذلك فيه فتنه عظيمه. اذا ارادت الخروج فانها تغطي جسمها وتغطي حليها تتستر مثل الواجب والظافي. واما لبس بدله الخطوبه او ما يسمونها من العادات فهذه ان كان يصحبها اعتقاد بان لبس هذه البدله وهذا الخاتم يحدد المراه الى زوجها او يحدد الزوج الى امراته فهذه عاده جاهليه واعتقاد لا يجوز. اما اذا كان لبسها من باب العادات فقط وليس يصحب ولا يصحبه اعتقاد فانه يكون من جمله المباحات. لا. جزاكم الله خيرا. يقول لوالدي حانوت اعمل به في اجازه الصيفيه حوالي 12 ساعة في اليوم، ولا يقوم والدي بإعطائي نفقات شخصية إلا إذا قمت ببعض الزيارات إلى أقاربنا، علما بأنني أشتري الكثير من الكتب والأشرطة والمجلدات، ولا أستطيع تدارك أموري ديني إلا إذا كان لدي شيء من المال والنفقة، فهل علي إثم إذا أخذت من محصول ذلك الحانوت دون أن يعلم والدي؟ ودهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن خدمة الوالد وطاعة الوالد إنه عمل بر وطاعة لله سبحانه وتعالى، فأنت محسن في كونك تقوم بعمل والدك وخدمته، ولكن هذا لا يبيح لك أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه، وإذا أذن لك فلا بأس، أما ما دام أنه لم يأذن لك فإنه لا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا، وإذا كنت ترى أن هذا في مقابل العمل الذي تقوم به فلا بد أن تتفق أنت وإياه على أن يدفع لك مبلغا من المال في مقابل هذا العمل أو مرتبا شهريا، فلا بأس أنك تتفق معه على مرتب أو على مبلغ من المال من أجل قضاء حوائجك، أو تطلب من والدك أن يشتري لك الحاجات التي تريدها. المهم أنه لا بد من المفاهمة مع والدك، أما أن تأخذ شيئا من غير أن يدري فهذا لا يجوز. أيضا ربما يكون هذا سببا في قطيعة، أو يكون سببا فيما بعد إلى سوء التفاهم بينك وبين والدك، أو يكون سببا في إغضاب والدك عليك. لا. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه أنه منذ أن بدأ يصلي تراوده شكوك ووساوس الشيطان، ويكاد يفقد عقله من كثرة هذه الوساوس، علما بأنه قبل أن يصلي كما يقول لم تراوده مثل هذه الوساوس. يده جزاكم الله خيرا. هذه الوساوس لا تضره شيئا والحمد لله، لأنها من الشيطان، لأنه لم يتكلم ولم يعمل بها فإنها لا تضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لأنه يجد في نفسه أشياء يود أن يتردى من جبل ولا يفكر فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله هذا صريح الإيمان، أو قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. هذه لا تضر الإنسان والحمد لله، تجرد الوساوس والأوهام التي تأتيه وهو يصلي أو بعد الصلاة يرفضها الإنسان قصدا تاما ولا يهتم بها أبدا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره إن شاء الله، فتذهب عنه بإذن الله إن شاء الله. إنما إذا تفاعل معها أو اهتم بها فإنها تزيد عليه، ربما تزيد عليه ويتسلط عليه الشيطان، فعليه أن لا يهتم بها أبدا ولا يلتفت إليها ولا يتكلم بها وأن يعتبرها كلا شيء. لا. جزاكم الله خيرا. كونه يقارن بين حاله قبل الصلاة وبعد الصلاة بالنسبة. ما يقارن بين حاله قبل الصلاة وبعد الصلاة، بل يؤدي الصلاة الحمد لله ويحافظ عليها ويترك هذه المقارنات وهذه الوساوس وهذه الأمور التي ربما تثير عليه شكوكا وهموما كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع أبو بكر علي أحمد سوداني، يقول تسحرت مع الأذان في مرة من المرات، ويوما تسحرت مع إقامة الصلاة حتى الركعة الأولى، فهل علي كفارة؟ هو المدار ليس على الأذان، وإنما المدار على طلوع الفجر، على تحقق طلوع الفجر، فإذا تحققت طلوع الفجر فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا كنت ترى الفجر بنفسك فإن
انك لا تمسك عن الاكل والشرب حتى يقلع الهدف. واذا كنت لا تراه فانك تعمل بالقرائن فتحتاج. اذان المؤذن اذا كان متقيد بطلوع الهدف يعتبر علامه على طلوع الهدف فعندها لا تاكل. اما اذا كان المؤذن يذكر بالاذان فلا مانع من الاكل ولو اذن. قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن ابليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فكان ابن ام مكتوم رجلا اهلا لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. أذان المؤذن إنما يعتبر علامة على طلوع الفجر إذا كان يتقيد المؤذن الأذان عند طلوع الفجر. أما إذا كان يذكر أو لا يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يعتمد على أذان الناس. جزاكم الله خيرا. يقول إنني أحب صيام الست من شوال ولكن هذه السنة ظروف العمل لم تمكنني من ذلك، فهل علي أن أطعم عن كل يوم المسكين أم ماذا أفعل؟ صيام ستة أيام من شوال سنة ليست واجبة، من فعل لها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه ولا يشرع له إطعام بدلا منها. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال فكأنما صام البعض. صوم رمضان هذا فرض وركن من أركان الإسلام، أما صوم الست من شوال فإنه تطوع، وهذا موجود في كثير من الفرائض أن الله شرع بعدها تطوعا، صلاة مثلا بعدها تطوع، الزكاة أيضا لها تطوع، صدقة الصدقة المستحبة، فكل عبادة أو في الجملة من العبادات الواجبة إلى جانبها تطوع من جنسها. وذلك والله أعلم من أجل إكمال ما يحصل في فريضة من الحلم، فإن هذا التطوع يجبر ما يحصل في الفرائض من النقصان. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نافع عوض الله. الأخ نافع له عدد من الأسئلة، يقول في أحدها يقوم بعض الأهالي بعمل حفلة للمتزوج في سابع يوم من زواجه، فهل ورد شيء في ذلك أم أنه بدعة؟ الوليمة في مناسبة الزواج سنة صلح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. أما بقوله أنه قال للذي تزوج من أصحابه أو لم ولو بشات، قال له بارك الله لك أو لم ولو بشات. والنبي صلى الله عليه وسلم في تزوجاته كان يصنع الطعام ويدعو أصحابه. والوليمة في مناسبة الزواج لا تكون على طريقة الإسراف والتدبير كما يفعل بعض الناس في عصرنا الحاضر، فإن الإسراف والتدبير محرما. قال تعالى ولا تبين تدبيرا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وإنما تكون في حدود المعقول وفي حدود المشروع. وليمة بقدر الحاضرين وتؤكل ولا يرمى بالطعام في المجاهل كما يفعل بعض أصحاب البذخ والسرف. فالوليمة في مناسبة الزواج سنة في حدود المشروع، فلا ينبغي ترك الوليمة نهائيا كما يفعل بعض المفرطين، ولا ينبغي الإسراف في الوليمة كما يفعل كثير من المفرطين، وإنما الاعتدال في هذا الأمر. إذا كان من عادة الناس أن الوليمة تؤخر إلى يوم سابع فلا بأس، على حسب العادات. أما إذا كانت الوليمة على نفس الزواج في حينه فهذا هو الأصل، الأصل أنها تكون بمناسبة الزواج في حينه ووقته. وإن كان من عادة الناس أنهم يؤخرونها يومين أو ثلاثة أو سبعة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول استيقظت للفجر فأديت الصلاة وبعد ذلك ظهر لي أن الفجر لم يحن وقته بعد، فهل تجزئ الصلاة أم أعيدها؟ إذا صليت الفجر ثم تبين لك أنك صليت قبل طلوع الفجر الصلاة غير صحيحة، لا بد من إعادتها لأنك صليت في غير وقت الصلاة، فيجب عليك إعادة الصلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن شروط صحة الصلاة كما ذكر الفقهاء دخول الوقت، فمن صلاها قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، يجب عليه إعادتها. جزاكم الله خيرا. ما قولكم في الكتب التالية؟ المنتقى النفيس من تلبيس إبليس للمجود. أصل الكتاب طيب الذي هو تلبيس إبليس، أو نقد العلم والعلماء، هذا كتاب طيب في الجملة ومعروف عند أهل العلم، وأما مختصر فلا أدري لم أطلع عليه، ربما يكون المختصر أحسن في الاختصار وربما يكون أساء أو زاد شيئا لا أعلم عنه، فلا أقدر أن أزكي المختصر، وإنما
الأصل أنه يزكيه. وفيه فوائد عظيمة. جزاكم الله خيرا. الذي هو تلبيس إبليس. جزاكم الله خيرا. أو نقد العلم والعلماء. الأحاديث الموضوعة للشوكاني. الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة للشوكاني كتاب طيب. كتاب طيب ينبه على الأحاديث التي حكم عليها الإمام الشوكاني بوضع. قد يكون في بعضها نبق. ولكن هو جميع طيب. واقعنا المعاصر للشيخ محمد قطب. هو لم أطلع عليه ولا أقل. ولا أحكم عليه. لكن هو جميع كتاب ثقافي. ليس كتاب العلمي. نعم. إلا هو كتاب ثقافي. نعم. المدل والنحل للشهر الثاني. هذا تاريخ الفرق الإسلامية. نعم. والكتاب في جملته كتاب طيب. لأنه يعطي فكرة عن الفرق والشبه التي بنت عليها مذاهبها وبيان الصحيح من غير الصحيح. وإن كان عليه بعض المؤاخذات. لكن في جملته الكتاب طيب مرجع للمراجع المعتمدة في معرفة الفرق والنحل. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله زبيدة عبد الحي عبد الرشيد باكستانية مقيمة بالإمارات العربية المتحدة. الأخت لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول ما معنى الحجاب لغة وشرعا؟ الحجاب لغة الساتر من كل شيء، كل ما يحجب البصر يسمى حجابا سواء كان حسيا أو معنويا. فالحسي هي الجدار والسترة وغير ذلك، والمعنوي مثل قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب. فاعلم إننا عامل هذا حجاب معنوي، حجاب الضلال والعياذ بالله والكفر والإعراض عن الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. هذا شرعا لغة. وأما شرعا فالحجاب يراد به ستر المرأة عن الرجال، يراد به ستر المرأة عن الرجال بأن تغطي جميع جسمها عن الرجال. هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به في قوله فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال تعالى يدلين عليهن من جلابيبهن هذا حجاب، قال تعالى ويضربن بخمرهن على جيوبهن هذا حجاب. جزاكم الله خيرا. في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما معنى وتعالى جدك؟ جزاكم الله خيرا. تعالى جدك معناه جلت علمتك، لأن الجد يطلق ويراد به والد الوالد، قال له جد سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، ويطلق الجد ويراد به العلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب العلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ويطلق الجد ويراد به العظمة والكبرياء، وهو المراد هنا تعالى جدك أي جلت عظمتك وكبرياؤك. قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي جلت عظمته سبحانه وتعالى وغناه عن أن يتخذ زوجة أو ولدا، لأنه غني عن العالمين غني عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى صاحبة ولا إلى ولد. جزاكم الله خيرا. تسأل فتقول هل صحيح أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان وصل إلى 7 سبائك ذهبية؟ ليس هذا بصحيح. الزكاة تجب في الذهب إذا بلغ النصاب ومقداره 20 مثقال، هذا 20 دينار بالدينار الإسلامي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدينار من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثقالا، ومقدارها بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه، وهو غرامات 92 غراما تقريبا. هذا هو نصاب الذهب. أما السبائك فلا يحدد بها لأنها تكون كبيرة أو قليلة، لا يحدد بها، وإنما يحدد بالمفاتيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أختنا تقول عندما أذهب إلى زيارة أخواتي أو عماتي أو خالاتي فإنني أجد أزواجهن، ولذلك فإني لا أذهب إليهم، فهل أعتبر قاطعة لرحمي؟ لا يكون وجود أزواجهن لا يعلم زيارتهن، بل عليك أن تزوريهن وإن كان وجود أزواجهن، لأن هذا لا يمنعك من أن تدخلي وتسلمي وتنصرفي إلى بيتك، إلا إذا كانت المسألة كانت مسألة خلوة مع زوجته أو هم لا يرغبون أن تأتي في هذه الحالة. فإنه لا يجوز إذا كان عندهم عدم رغبة في مجيئك في هذه الحالة فإنك لا تذهبين إليه. أما إذا كان لا يمنعون من هذا فإن وجودهم لا يمنعون زيارتهم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يتسم بالخضوع في القول أو الترقيق؟ نعم، هذا هو الصحيح، أن صوت المرأة ليس عورة مطلقة، وإنما هو عورة إذا صار فيه فتنة، كما في قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقولن قولا معروفا.
معروفة، القول المعروف هذا لا يعتبر عورة، إنما العورة ما فيه رقة وخضوع أو كلام يطمع الفاسق ومن في قلبه مرض، هذا هو الذي يكون فيه فتنة ويكون عورة. وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتكلمن مع الرجال ويسألن عن أمور دينهن ويتعاملن مع الرجال، لكن لا يكون هناك خضوع في القول ورقة في الكلام أو كلام فيه إطماع فشقة، إنما يكون كلاما بقدر الحاجة ويكون كلاما عادي. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أجلس مع غير المحارم بحضور أحد من المحارم كاشفة الوجه غاضة بصري وأنا أتكلم معهم في أمور الدين والدنيا أفيدونا جزيكم خيرا؟ أما مجرد الجلوس مع الناس وتكون على حدة من الرجال ومغطاة في الوجه وكامل الجسم فلا مانع منه، أما الجلوس وأنت كاشفة الوجه مع رجال ليسوا من محارمك فإن هذا لا يجوز، حتى ولو كان يوجد من محارمك في المجلس أحد منهم فإن هذا لا يبيح لك أن تشغي وجهك للرجال الأجانب الموجودين في المجلس، لأن وجه المرأة عورة، بل هو من أعظم العورة ومن أعظم ما يفتن الرجال، فعليك أن تغطي وجهك عن الرجال الذين ليسوا من محارمك. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل هل يجوز أداء سجود التلاوة وسجود السهو في وقت النهي؟ سجود التلاوة يتبع القراءة، إذا كان الإنسان يقرأ ومر بسجدة فإنه يسجد في أي وقت كان على الصحيح من قول العلماء، لأنه تابع للقراءة، والقراءة ليست ممنوعة في وقت النهي، إنما الممنوع الصلاة، سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، وإنما هو عبادة تابعة للقراءة، أما سجود السهو فلا يتصور أن يكون في وقت النهي، لأنه تابع ومقترن بالصلاة في صلاة الفريضة، فإذا صليت الفريضة وحصل عندك ما يشرع له سجود السهو فإنك تسجد قبل السلام أو بعد السلام من الفريضة، فهو تابع للفريضة لا يكون مستقلا. جزاكم الله خيرا. إذا صادف أن صلى في وقت النهي وسهى في صلاته فلا يسجد للسهو. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.